بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله في الفصل الثاني من كورس Discrete Mathematics Chapter Number 2 تحت عنوان الـ Basic Structures. هنبدأ في الكورس دوت ناخد أكتر من جزئية. الجزئية الأولى هنتكلم فيها على Sets، الجزئية الثانية هنتكلم فيها على Functions، الجزئية الثالثة هنتكلم فيها على Sequence and Summations، و Finally we talk about Matrices اللي هي المصفوفات. في البداية يعني ايه ست؟ ست اللي هي الفئة او المجموعة. الست definition بتاعها عبارة عن ايه؟ الست is an unordered collection of objects. يبقى انت عندك مجموعة من الاوبجكت، مجموعة الاوبجكتس ديت انت هتجمعها في مكان واحد بدون النظر الى الترتيب بتاعها. يعني انت لو عندك مجموعة طلاب مثلا وقلت احمد محمد كذا كذا كذا، زي ما تقول محمد احمد كذا كذا كذا، يعني الترتيب بتاعهم ما بيفرقش، والمهم ان انت عندك مجموعه من الاوبجكتس او مجموعه من الاليمنتس. احيانا بنقول عليها اليمنتس، احيانا بنقول عليها اوبجكتس، احيانا بنقول عليها ممبرز. كل دوت عباره عن العناصر اللي داخل المجموعه الواحده او اللي داخل الست الواحده. A set is said to contain its elements. يبقى انت بتقول ال set ديت هي بتحتوي على ال elements اللي موجودة جواها. على سبيل المثال لو قلنا عندنا set S بتحتوي على اربع عناصر وهما ال A وال B وال C وال D. لازم نركز جدا في طريقة الكتابة بتاعت ال set. يبقى ال set استخدمت فيها حرف capital، استخدمت upper case letter علشان امثل اسم set او اسم مجموعة معينة. جوه استخدمت الليترز علشان اوضح العناصر او الاليمنتس او الممبرز اللي يحتويها المجموعه اس. علشان اكتب او ابين للي قدامي ان انا بكتب ست او بعمل مجموعه، فانا استخدمت الكيرلي بريسز اللي هي الاقواس اللي بالشكل ده، بنقول عليها الكيرلي بريس. الاقواس دي هي دي اقواس المجموعه اللي بتستخدم مع المجموعه، فمحدش يعمل لي اقواس بالشكل ده مثلا، او حد يعمل لي اقواس بالشكل ده، او حد يعمل لي اقواس بالشكل ده. لا، الحاجات دي كلها كده لا تعبر عن المجموعه او لا تعبر عن الست. ما بين كل element والتاني واضح استخدام كومه، استخدام الكومه. يبقى دي بس ملاحظات ناخد بالنا منها واحنا بنكتب اي مجموعه او واحنا بنقرا حتى اي مجموعه، نبقى عارفين ان دي كده المجموعه اس اللي بتحتوي على اربع عناصر، هما ال A وال B وال C وال D. ليه قلت اربع عناصر؟ وعشان خاطر بيفصل ما بين كل عنصر والتاني كومه. اقدر كمان اكتب ان A belong to S، يبقى علامة تنتمي دي بنقول عليها belong to، تنتمي الى الفئة S. يبقى العنصر A او الممبر A او الالمنت A ينتمي belong to set S. يبقى ده بيعبر ان ال A دوت element من المجموعة S، من الست S. والنوتيشن لو قلت مثلا E not belong to S، يبقى ديت ان هي بتعبر ان ال E ده هو ليس عنصر في المجموعة S. اظن واضحة وما فيهاش مشاكل. لو اخدنا مثال وقلنا عندنا ست اسمها O، الست ديت بتمثل الـ odd positive integer less than 10. طبعا odd يعني فردي، positive يعني موجب، integers يعني عدد صحيح. اذا الاعداد الصحيحة الموجبة الفردية التي اقل من 10، اللي هي ايه بقى يا جماعة؟ اللي هي الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة، 1 3 5 7 9، دي كلها هي odd positive integers less than 10 لو حطيناهم مع بعض في مجموعة اللي هي المجموعة سميناها O. مثال كمان، the set of positive integers less than 100. يبقى مجموعة الاعداد او الارقام الصحيحة الموجبة الاقل من 100، اللي هي هتبقى ايه بقى؟ اللي عندك 1 2 3 4 5 and so on لغايه ما توصل ل 99. الثلاث نقط دول يا جماعه في الرياضه ليهم معنى، يعني ليهم معنى. المعنى بتاعهم اللي احنا بنقول عليه الاليبسس، اللي هي نقول على هذا المنوال وعلى هذا المنوال. يعني انت قلت 1 وبعدين قلت 2 وبعدين قلت 3، لما اعمل لك ثلاث نقط كده يبقى انت عتنيك ماشي بهذا المنوال بهذا الباترن، يبقى follow this pattern until to find the final element اللي هو 99 في الاخر. يبقى التلات نقط دولت ويفضل انت تكتبهم تلات نقط، يعني ما تعملهمش نقطة او نقطتين او 10 نقط، لا هما تلات نقط عشان هما ليهم معنى في الرياضة ان انت وهكذا، يعني وهكذا كمل كمل زي ما انت ماشي كده.
وفي الاخر قلت لك اخر حاجة عندك هي 99. اذا انت فهمت من هنا ان انا هكمل 4 5 6 7 لغاية ما اوصل لـ99. دي امثلة لـ sets. Another way to describe set is to use set builder notation. في عندنا حاجة اسمها set builder notation، دي ممكن نستخدمها علشان نوصف الست. بدل ما نكتب الفئة بتاعتنا بالشكل المعتاد اللي احنا عارفينه ده، وهو ان ال O equal 13579، ده قلناها لسه في السلايد اللي فاتت. في عندنا حاجة اسمها set builder notation نقدر من خلالها نمثل الست ديت، ولكن بطريقة مختلفة شوية. ازاي؟ ان احنا نقول ان ال O ديت اللي هي الست نفس الاسم، هي عبارة عن X where that X أو which، يعني تقدر على where that يعني حيث أن أو حيث X is an odd positive integer less than 10. يبقى أنا كأني دلوقتي حطيت condition أو حطيت شرط اللي هو الخط ده، كأني بقول لك إن دي الست اللي هي اسمها O بتحتوي أو عناصرها هي عبارة عن عناصرها كلها على الشكل X، والشكل X هو عبارة عن العدد الفردي الموجب الصحيح الاقل من 10، اللي هو التعريف بتاع الست نفسها اللي انا كنت قايله في الاول. طب اقدر اكتبها بطريقة تانية، اقدر اقول ان الاو هي عبارة عن equal نفس اقواس المجموعة اللي احنا بنعملها X belong to Z positive. الزد دي يا جماعة اللي هي الـ integer numbers، لما نحط عليها positive كده يبقى الاعداد الصحيحة الموجبة، يبقى الـ odd positive integers اللي هي الزد positive. يبقى انا لما بقول اكس بيلونج للزد بوزيتيف، يبقى كاني بقول لك ان الاكس دوت او عناصر المجموعه او هي تنتمي او بيلونج تو مجموعه الاعداد الصحيحه الموجبه الفرديه. بس لو سكت كده يبقى كان كل الاعداد الصحيحه الموجبه الفرديه هي موجوده عندي في الفئه دي، وهو ده مش صحيح. انا موجود عندي فقط 5 عناصر. علشان اقدر يعني اكمل بقيه التعريف ويبقى صح، هحط الخط المستقيم اللي هو يعتبر which او where ان الاكس، حيث الاكس بقى مالها is an odd and the x less than 10 والاكس اقل من 10. يبقى انا حددت له بقى هنا ان الاكس دي، يبقى انا هنا لو قلت ان الاكس belong للزد بوزيتيف، يبقى كده انا بتكلم على البوزيتيف انتجرز اللي هي الزد بوزيتيف. يبقى هتلاقي ان الاكس فيها ايه، فيها الواحد والاثنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة والسبعة لغاية ما لا نهاية، بس كلها اعداد صحيحة وكلها موجبة بس فردي على زوجي. لما انا جيت حددت هنا ما بعد الكونديشن قلت له لا ده الاكس فردي والاكس اقل من 10، خلاص كده هو عارف ان انا بتكلم على الخمس ارقام دول بس. طب مجموعة الاعداد اللي احنا عارفينها ليها رموز، ليها رموز متعارف عليها، يعني انت بتستخدم رموز معينة احنا بنفهم ان انت تقصد بها ايه. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا الان ديت هي الناتشرال نمبر، الناتشرال نمبرز اللي هي بتبدأ من الصفر و 1 2 3 الاعداد صحيحة موجبة وزيادة عليها الصفر، يعني بدأ من اول الصفر والواحد والاثنين والتلاتة and so on، ثلاث نقط قصده على هذا المنوال، يبقى دي بنقول عليها الان او الناتشرال نمبر. الزد اللي هي الانتجر نمبر، الانتجر نمبرز جميع الاعداد الصحيحة موجبة وسالبة وصفر، فهتلاقي كل الاعداد الصحيحة سواء كانت زيرو او كانت واحد اتنين تلاتة اربعة او سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة، ماشية بقى من اول سالب ما لا نهاية لغاية موجب ما لا نهاية، دي بنقول عليها الانتجر نمبرز اللي هي الاعداد الصحيحة، دي الاعداد الطبيعية. طيب الزد بوزيتيف اللي هي ايه؟ انت رحت عند الزد كان فيها موجب وفيها سالب وفيها صفر، انت لا لما تقول بوزيتيف يبقى هياخد الاعداد الموجبه بس، يبقى يبدا من الواحد، دي زي اللي احنا استخدمناها في المثال اللي فات، يبقى دي البوزيتيف انتجرز. طب الكيو، الكيو عباره عن ايه؟ قال لي دي الراشونال نمبرز، الراشونال نمبر فاكرين في البروفس تكنيكس لما قلنا في راشونال نمبر هي عباره عن ايه؟ بي اوفر كيو، حيث ان البي دي انتجر والكيو دي انتجر والكيو لا تساوي الصفر، وكمان ان البي والكيو مفيش ما بينهم كومون فاكتور. الار اللي هي ايه يا جماعه؟ الريال نمبر، الاعداد الحقيقيه. الريال نمبر كل الاعداد الحقيقيه بقى، يعني كل الاعداد اللي موجوده عندك اللي انت بتستخدمها كلها دي تعتبر ريال نمبرز. في عندي حاجة اسمها الكومبلكس نمبر، والكومبلكس نمبر دي اللي هي الاعداد المركبة او التخيلية اللي هي بيكون فيها جزء تخيلي، يعني اللي هو فيه جذر سالب اللي احنا بنقول عليه الاي مثلا،
اللي هو جذر السالب واحد، فدوت يحول الرقم بتاعك من real number ل complex number او ل اعداد مركبة يعني. فاحنا كل تعاملنا في الكورس مع real numbers. طب لو قلنا الار وحطينا positive، ده معناه ان احنا بنتكلم على positive real numbers، يبقى جميع الاعداد الحقيقية الموجبة. يبقى من اول بقى الواحد، او من اول مش الواحد بقى، من اول ما بعد الصفر على طول. يعني انت عندك الزيرو، اللي بعد الزيرو على طول ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون 0.0005، ممكن يكون 0.0000007 مثلا. فممكن يبقى رقم من ملايين من بعد العلامة. المهم ان هو من بعد الصفر على طول، تمام؟ يبقى كأنك عامل الزيرو كده اوبن كده بالمنظر ده لغاية الانفينيتي. دي اللي احنا بنقول عليها البوزيتيف ريال نمبر. ولو حطيت بدل الموجب دي سالب فبقت النيجاتيف، وهنا برضو لو حطيت هنا تبقى النيجاتيف. اذا لازم ابقى انا عارف ان في عندي الان والزد والكيو والار والسي، لازم ابقى عارف كل واحده منهم مقصود بها ايه. الانترنال الانترفال نوتيشن، الانترفال احنا كلنا طبعا عارفينها قبل كده، عارفين ان الكلوزد انترفال اقواسها بتكون بالشكل ده. دي بنقول عليها كلوزد انترفال، يعني دي الكلوزد انترفال من A ل B. يعني معنى كده ان انت بتتحرك من A لغاية ال B وال A وال B معاك. انما الاوبن انترفال زي كده، وممكن تبقى مكتوبة كده، تبقى الكوس كده A ل B، الاتنين دول equivalent يعني نفس الحاجة. ال A الكوس دوت بنقول عليه ايه؟ open interval. يبقى كده من A ل B، بس ال A مش معاك وال B مش معاك، زي ما انا عملت لك في السلايد اللي فاتت لما قلت لك من الزيرو للانفينيتي كده، او ممكن تكتبها كده من زيرو للانفينيتي. ده معناه ان الفتره من صفر لما لا نهايه، بس الصفر مش معايا والما لا نهايه مش معايا، لما لا نهايه مش متعرفش تعوض بيها، تمام؟ طب نيجي هنا، لو جينا قلنا عايزين نكتب النوتيشن دي، الانترفال دي اللي هي A and B في closed interval، من A ل B في closed interval، او the closed interval from A to B، نكتبها ازاي؟ هنقول ان هي عبارة عن الست X where، يعني الست اللي جواها العناصر X، حيث ال X ديت اكبر من او تساوي ال A واقل من او تساوي ال B. اذا علامة ال equal اللي اتحطت هنا اتحطت علشان الكوز كان closed، انما لو جيت مثلا في دي هتلاقي هنا عند ال A closed انما عند ال B open. فلما تيجي تقول ال X هتقول ان ال X greater than or equal ال A عشان هنا closed، و less than، بس less than B عشان ال B هنا كانت open، يبقى ال B مش معايا، ال B نفسها مش معايا، انما اللي اصغر منها معايا. طب هنا العكس، ال A مش معايا انما اللي اكبر منها بعد كده معايا، يبقى اكبر من A واقل من او يساوي ال B عشان ده closed. لو الاتنين open يبقى هنقول اكبر من A واقل من ال B. If A and B are sets، لو احنا عندنا فئتين اتنين، واحدة اسمها A واحدة اسمها B، then A and B are equal if and only if، يعني نقدر نقول ان الست A دي تساوي الست B في حالة واحدة بس. ايه الحالة دي؟ قال لي لو كان for all X، احنا خلاص عرفنا ال for all ديت قبل كده، اخدناها لما كنا بنتكلم على ال quantifiers. for all X يعني لكل عناصر ال X، يبقى بننطقها كده for all X. ايه بقى؟ قال لي هتلاقي الاكس لو في اكس موجوده او تنتمي للاي، يبقى اكس بيلونج للاي. العلامه ديت احنا عارفينها اللي هي الباي كونديشنال او اف اند اونلي اف، الاكس بيلونج للبي. يعني كانه بيقول لك ان اي عنصر هتلاقيه موجود في الاي هتلاقي زيه موجود في البي، واي عنصر هتلاقيه موجود في البي هتلاقي زيه موجود في الاي. ففي الحاله دي لكل العناصر اللي موجود. اذا اذا لو انت حققت الكونديشن ده طلع ترو، يبقى لو ده طلع ترو يبقى اذا ال A بيساوي ال B، يبقى ال A بيساوي، بنكتبها A equal B. طب لو جبنا مثلا set زي كده 135 و 351، تحقق الكونديشن ده ولا لا؟ قال لي اه تحقق الكونديشن ده. هتلاقي الواحد هنا موجود، وفي هنا واحد موجود، اه في هنا واحد موجود. طب التلاتة هنا موجودة، في هنا تلاتة، اه في تلاتة. طب الخمسة، في هنا خمسة، اه في خمسة. طب لو رحت الناحية التانية، تلاتة في تلاتة، اه في تلاتة. طب خمسة في خمسة، اه في. طب واحد في واحد، اه في واحد. يبقى انا رحنا يمين وجينا شمال، يعني مرة كده ومرة كده، يبقى هو ده السهم الرايح جاي اللي احنا عارفينه الباي كونديشن. في الحالة دي يبقى نقول ان الاتنين سيتس دولت هما ايكوال، ولان احنا كمان عارفين ان الست ما بتهتمش بالترتيب، فالعناصر هنا واحد وثلاثة وخمس، وهنا برضو واحد وثلاثة وخمس، لان الترتيب ما بيفرقش معايا في المجاميع او في الفئات. طب لو جبنا مثال زي ده 1 3 3 5 5 5،
هل دي نفسها هي 1 3 5؟ قال لي اه هي نفسها برضه، هما ايكوال. ليه ايكوال؟ قال لي لان نفس الكلام، لو حققت الكونديشن ده هيتحقق معاك. هتقول هنا في واحد، عندك واحد، هيقول لي اه عندي واحد. طب في هنا 3، عندك 3، اه في 3. طب هنا 3، عندك 3، اه عندي 3. طب هنا 5، عندي 5، اه. طب هنا 5، عندي 5. طب هنا 5، عندي 5. طب نعمل العملية بالعكس، هنا 1، في 1، اه في 1. هنا 3، فيه اه فيه. هنا 5، فيه اه. تمام، يبقى اذا هما متساويين. طب التكرار دوت، التكرار ده ليس له اي معنى. تمام، يبقى هنا انت كنت ممكن تكتبها 1 3 5 لان التكرار ده ليس له اي معنى في الفئات، هيديك نفس المعنى بتاع 1 3 5 بالظبط. طب عندنا سيت اسمها الامبتي سيت. الامبتي سيت اللي هي الفئه الفارغه. الفئه الفارغه ديت هي عباره عن سبيشال سيت هاز نو اليمنت، ما فيهاش اي عناصر خالص، ما فيش ولا عنصر، والكتابه بتاعتها بتكون بالشكل ده. شايفين علامه الفاي دي اسمها فاي، علامه الفاي ديت بتعبر عن الامبتي سيت، ممكن تبقى مكتوبه بالشكل ده، وممكن تعبر عنها بقوس تفتحه وتقفله كده بدون اي عناصر بداخله. يبقى الفئه الفارغه هي فئه فتحنا القوس وقفلنا القوس، ما حطيناش اي عنصر جواها، وممكن نكتبها بالشكل كده اللي هو الايه بنقول عليه الفاي. الكاردوناليتي، الكاردوناليتي هي عدد العناصر اللي موجوده داخل السيت الواحده، وعدد العناصر دي انت تقدر تجيبها لو كانت السيت بتاعتك يعني كاونتبل، يعني تقدر ان انت تعدها او ماشيه باترن معين. يبقى الكاردوناليتي بتاعت السيت يعني تقدر ان انت تجيبها مثلا اللي هي عدد عناصر اللي موجوده داخل السيت. فعشان كده السيت بتاعتك لازم تكون فاينايت. فاينايت يعني انا محدوده، عدد عناصرها محدوده، يعني انا اقدر ان انا اعدهم سواء كانوا مليون او كانوا 3 مليون، بس في الاخر هم معدودين اقدر ان انا اعدهم. طيب الشكل بتاعها او denoted by ايه؟ قال لي الشكل بتاعها يبقى بالشكل ده اللي هو خطين كده زي الخطين بتوع الابسولوت فانكشن اللي انت عارفها قبل كده، وتكتب ما بينهم الاسم الست. في الحاله ديت انا بطلع عدد العناصر داخل الست دي، عدد العناصر داخل الست، يبقى number of distinct elements داخل الست دي. زي مثلا على سبيل المثال لو قلنا ان الاس فيها و A و B و C و D، فلو جينا نقول الكاردوناليتي اوف اس ايكوال 4، 1 2 3 4. طب هنا الكاردوناليتي اوف A هتبقى ايكوال كام؟ 1 2 3 4 5، عد العناصر يبقى 5. طب هنا الكاردوناليتي اوف Y هتبقى ايكوال كام؟ عد العناصر مفيش، يبقى 0. اذا هو دوت اللي احنا بنقول عليه الكاردوناليتي اوف سيت، عدد العناصر اللي داخل السيت. طب مثال كمان هنا عايزين نعد عدد العناصر دي، فتقول 1 2 3 4 5، ده كده على بعضه يعتبر عنصر لان كل عنصر بيفصل ما بين التاني وايه كوما، يبقى دي 5. طب هنا 1 2 3 ده كده كله على بعضه عنصر، يبقى ناخد بالنا من الحته دي، عنصر داخل الايه، رغم ان هو عباره عن 2 و 3 وعباره عن ست تانيه، لا انما هي تعتبر بالنسبه للايه عنصر واحد بس، تعد عنصر واحد. يبقى نعد 1 2 3 ده كله كده 4 ودي كده 5، يبقى 5. ودي بنقول عليها يا جماعه سبست، يعني دي بنقول عليها سبست، فئه جزئيه داخل فئه. طيب يعني انت كان عندك الفئه الاساسيه مثلا هي من 1 ل 5، جيت انت اخدت منها فئه جزئيه سبست سميتها مثلا 2 و 3 اهي، يبقى دي تعد داخل السيت الاصليه الكبيره الـ A، تعد منها عنصر واحد بس. طب الفاي، فاي جوه اقواس، ده معناه ان في اقواس فاضيه جوه الاقواس، يعني الفاي دي لوحدها بتمثل كده بقوسين فاضيين بالشكل ده، وفي اقواس اصلا بره الفاي، يعني في اقواس هنا بره، فده معناه ان في عنصر داخل الاقواس الكبيره اللي بره دي، يبقى يعد هنا ايه واحد اللي هو الفاي، تعدت هنا واحد. انما انت قلت لي من شويه ان الكاردوناليتي بتاعت الفاي هي صفر، لان انت بتجيب الكاردوناليتي الاقواس كده مفيش جواها حاجه، بتعد العناصر فبيطلع صفر. انما لما تعمل لي الفاي جوه اقواس كده وتجي وتقول لي الكاردوناليتي، لا كده بقى عندي عنصر اللي هو تعتبر ست فاضيه جوه ست، فاصبح الست الكبيره اللي بره جواها عنصر اللي هو الفاي، فيعد هنا واحد. طب تمام،
الانفينيت سيت احنا عندنا قلنا الفاينايت، الفاينايت اللي احنا بنجيب لها الكاردوناليتي زي اللي فاتوا هي عدد، هي عناصر تقدر تعدها داخل السيت. انما في بعض السيت بتبقى ايه، بتبقى انفينيت، انفينيت زي مثلا الزد بوزيتيف او البوزيتيف انتجر ديت انفينيت. ليه انفينيت؟ لانها تعتبر عدد عناصرها ما لا نهايه، فواحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هنقف لغايه فين؟ تلات نقط دول يعني ماشيين على هذا المنوال، هنتنينا ماشيين كده لغايه الانفينيتي. فلو قلت لك عدد عناصرهم قد ايه مش هتعرف تعدهم، فعشان كده بنقول ان هي عليها ايه؟ انفينيت، يبقى هي نوت فاينايت، ما تقدرش ان انت تعد او غير منتهيه، ملهاش نهايه. ولكن حاجه زي كده يا جماعه بنقول عليها كاونتبل، كاونتبل انفينيت. يعني ايه كاونتبل؟ يعني ماشيه باترن ثابت، يعني 1 2 3 4 5 ماشيه باترن ثابت، انا اقدر ان انا اعرف الباترن ده ماشي ازاي، فبقول عليها كاونتبل انفينيت. انما لما بتكون مثلا حاجه ماشيه مش بباترن ثابت، في الحاله ديت لو قلت 1 وبعدين قلت 3 وبعدين قلت 4 وبعدين قلت 5 وبعدين قلت 80 يبقى كده انا مش همشي بباترن ثابت، مش هقدر ان انا اتتابعه، يعني يبقى ايه uncountable. طب اذا الزد بوزيتيف بالنسبه لي اللي يهمني ان هي ايه infinite. ندخل دلوقتي على جزئيه بقى السبسيت اللي انا كنت لسه عايز بتكلم عليها قبل كده. السبسيت وهي الفئه الجزئيه، لو انا عندي ست اسمها ايه، اقدر اقول ان الست اللي اسمها ايه دي set to be a subset of b، اقدر اقول ان هي subset of b if and only if لو اتحقق الشرط. ايه بقى؟ قال لي لو كل عنصر every element of a is also an element of b، لو كل عنصر موجود في الa لقيته موجود في الb، في الحالة دي اقدر اقول ان الa subset من الb. شايفين دي النوتيشن بتاعتها تمام بشكل كده وخط، ديت بنقول عليها السبسيت. لو كل عنصر موجود في الa لقيته موجود في الb يبقى في الحالة دي بنقول ان هو subset. يبقى لما نيجي نرمز نكتبها حتى بالنوتيشن نكتبها ازاي؟ هنقول for all x، لكل عناصر x لو كان x ده موجود في الايه لابد ان يكون النهايه بتاعته انه موجود في البي، زي ما احنا كنا بنقول لو بدانا من دي ترو يبقى لازم النهايه هي كمان تبقى ترو، والا الكلام بتاعك هيبقى غير منطقي وهيبقى فولس. فانت لو بدات وقلت لو كان x ده موجود في الايه وكان الكلام ده صح يبقى لازم تلاقي الاكس هي كمان موجوده في البي، لازم الكلام ده الاخر يبقى صح، يبقى علامه الامبلايز دي اتحطت عشان كده، عشان يقول لك اف اكس بيلونج تو اي زين اكس بيلونج تو بي. شوف انا نطقتها بصوره اف زين زي ما احنا كنا اتفقنا عليها قبل كده. وفور اول اكس يعني كل العناصر اللي موجوده عندك في الايه في الـ في الـ في السيت نفسها، كل عنصر تروحه في الايه تلاقيه موجود في الايه لازم تروح تلاقي زيه في البي، وده معناه ان الـ A subset من الـ B. طب ده معناه ان الـ A دوت ما ينفعش يبقى عنده عنصر مش موجود في الـ B، فممكن تلاقي الـ A دوت مثلا هو الجزء الصغير ده والـ B هو الجزء الكبير ده، فده معناه ان الـ A هو subset من الـ B. بس ده لا يمنع ان الـ A ممكن يساوي الـ B، لان لو انت حطيت الاي والبي بيساوي بعض تبقى صح برضو. ليه؟ لان كل عنصر هتلاقيه موجود في الاي هتلاقي زيه في البي، فالاجابه هتبقى صح. يبقى السبسيت تقبل ان ممكن يكون الاي جزء كده من البي، او ممكن يكون الاي هو هو زي البي بالظبط، بس الحاله الوحيده اللي ما تنفعش ان اللي يكون في حاجه موجوده عند الاي وما يلاقيهاش عند البي، ان يحقق ده ترو ويجي هنا يلاقي ده فولس، في الحاله دي كده ايه مش هتنفع، مش منطقيه ان لما يتحرك من ترو لفولس ده كده كلام غير منطقي. وقبل ما ناخد مثال كمان، في هنا النوتيشن ممكن يبقى بطريقتين، يعني انت اللي متعرف عليه طبعا والكومن اللي بيستخدم باستمرار هو A subset من B كده، يبقى the set A is subset from B، ده النطق بتاعها. طب ديت equivalent او تشابه بالظبط او تطابق ايه؟ ان الشكل ده ان كأنك بتقول بالظبط ان ال A equivalent من ال B بس بطريقة عكسية، فكأنك بتقول ان ال B ديت تعتبر هي الفئة اللي بتحتوي الـ A. ده لما كنت بتقول ان الـ A هو جزء من الـ B كأنك بتقول ان الـ B تحتوي الـ A، وده برضو يقبل احتمال التساوي. طول ما الخط ده موجود يبقى كده كأنها فيه يساوي موجود، يبقى الـ A ممكن يساوي الـ B. على سبيل المثال لو قلنا الفاي هي subset دايما من الـ S لأي فئة S،
دايما هتلاقي الفاي هي سبست من الاس. ليه؟ لان الفاي دي هي الفئة الفارغة، مفيش فيها اي حاجة، والاس دي مهما كانت الاس ديت هي ايه، فدايما هتلاقي ان الفاي هي سبست منها. لان زي يعني انت دلوقتي في عنصر موجود في الفاي مش هتلاقيه في الاس، مستحيل، لان الفاي اصلا اوريدي هي ايه، هي فاضية مفيش فيها عناصر. فلما يجي يروح يشوف اي عنصر هنا عشان يشوفه موجود هنا مش هيلاقي اصلا عناصر، فتمام يبقى كده القاعدة متحققة. طب لو كانت الاس دي هي الفاي، يعني لو كانت الاس دي هي نفسها الفاي، فالفاي سبست من الفاي. سبست من الفاي ليه؟ لان احنا قلنا علامة السبست دي تقبل التساوي والفاي تساوي الفاي. تمام، اذا الفاي سبست من الفاي طالما هما متساويين، اذا دي سبست من دي، واي فئة هي سبست من نفسها. هو ده اللي انا كنت لسه بقوله، ان الفاي سبست من الفاي، ما الفاي دي تعتبر فئة ودي تعتبر فئة، طالما الفئتين زي بعض يبقى تمام، دي اس ودي اس، خلاص يبقى اوكي. ليه؟ لانهم بيحققوا شرط مين؟ شرط التساوي، بيحققوا شرط التساوي. وعشان تبين ان الاي والبي هما ايكوال، يبقى انت هتروح تظهر ان الاي سبست من البي، وان البي في نفس الوقت هي سبست من الاي. يبقى انا لو عايز اوضح ان الاي دوت هو يساوي البي اعمل ايه؟ طريقة الاثبات بتاعتي هتبقى على طريقتين، رقم واحد هروح اوضح ان الاي سبست من البي، رقم اتنين هوضح ان البي سبست من الاي. وفي الحالة ديت يبقى ما قدامهمش حالة، يعني عشان الاتنين دي تبقى ترو ودي كمان تبقى ترو، يبقى لابد ان الاي تساوي البي. لو ما سووش بعض مش هيطلع الاتنين دول ترو، هتطلع واحدة بس منهم اللي ترو والتانية فولس لو ما كانوش بيساووا بعض. طب كلام جميل. في عندي حاجة تانية اسمها البروبر سبست. البروبر سبست يبقى فرقة كلمة البروبر هنا، هتعمل ايه؟ هتشيل الخط اللي موجود، يعني هتبقى العلامة كده بس، الخط اللي تحت ده مش هيبقى موجود. وده ليه؟ قال لي لان دوت ما عندوش حالة التساوي، حالة التساوي مش موجود، ده لازم يكون كل عناصر الاي موجودة في البي. لو قلنا مثلا ان الاي هو بروبر سبست اوف بي، ده معناه ان كل عناصر الاي موجودة في البي، بل بزيادة بقى ان البي عنده حاجات مش موجودة عند الاي، فده معناه ان عمرهم ما هيكونوا متساويين. يعني كل اللي عند الاي موجود عند البي، وكل اللي عند البي مش شرط يكون موجود عند الاي، يعني ممكن تلاقي عند البي حاجات زيادة مش موجود عند البي، وده شرط لازم يكون موجود، ان في عنصر على الاقل موجود في البي مش موجود عند الاي. انما اللي مش هينفع يكون يحصل بقى في الموضوع ده هو ايه؟ انك تلاقي عنصر عند الاي وتروح ما تلاقوش عند البي، في الحالة دي ما تقدرش تقول ان الاي هو بروبر سبست من البي. طب نشوف الكلام ده يعني لما نيجي نعبر عنه باللوجيكال اوبريشن، نعبر عنه ازاي؟ هنقول ان الاي هو بروبر سبست من البي اف اند اونلي اف لو اتحقق الشرط ده، يعني ده يبقى ترو لو الناحية دي كمان هو كمان ترو، اللي هو كل ده. ايه كل ده بقى؟ ايه الكلام الكبير الملعبك ده؟ لا ده يعني ده سهل جدا. هنقول فور اول اكس يبقى لكل اكس، احنا خلاص عرفنا الرموز دي بنعرف ننطقها، لكل عناصر الاكس، ماشي لكل عناصر الاكس. لو كان الاكس موجود في الايه، ما دي معنى اكس بيلونج تو ايه، اكس بيلونج تو ايه، يعني لو كان الاكس ده عنصر من الايه لابد يبقى ايه، اف اكس بيلونج لايه زن الاكس بيلونج للبي. اي عنصر موجود عند الايه هتروح تلاقي زيه عند البي، ادي اول شرط. اند شرط كمان بقى، احنا لغاية هنا كده لو قفلنا بقينا بنتكلم على الايه، على السبست العادية، انما البروبر سبست شالت التساوي ده، فعشان كده انا هزود شرط كمان هنا. اند ايه بقى؟ قال لي زيرو اكزيست اكس، ما احنا قلنا العلامة دي معناها زيرو اكزيست، يعني يوجد اكس، يوجد اكس على الاقل. لو كانت موجودة في البي ما تكونش موجودة في الاي. يبقى كأنك لو رسمت كده قلت ادي الست الكبيرة دي اللي هي البي، وادي الست اللي جواها ديت اللي هي الاي، كل العناصر اللي في الاي هتلاقيها هي كده كده جوا البي. انما البي بقى ممكن تلاقي عنده عنصر كده برا مش موجود في الاي. البروبر سبست بيشترط ان يكون في عنصر على الاقل برا في المنطقة اللي برا دي موجود عند البي بس مش موجود عند الاي. فلما نيجي نكتبها نقول ايه؟ نقول يوجد اكس يبقى زير اكزيست اكس، الاكس دي موجوده عند البي بيلونج للبي، اند الاكس دي نوت بيلونج للاي، موجوده عند البي وليست موجوده عند الاي. يبقى زي عنصر كده هنا كده في المنطقه دي، ده موجود عند البي بس مش موجود عند الاي. انما كل العناصر اللي هنا دي اللي جوه الاي هتلاقيها موجوده جوه البي، ما البي الدائره الكبيره دي فهي كده كده جواه.
انما اللي فاتت ما كانش فيها الشرط التاني ده، كان ممكن تلاقي الاي زي البي، الاي زي البي، انما هنا لا، ما ينفعش الاي تبقى زي البي. ليه؟ لان البي لازم يكون عندها عنصر على الاقل مش موجود عند الاي، انما عمرك ما هتلاقي اي عنصر موجود جوه الاي هنا بس مش موجود جوه البي، مستحيل، لان الاي اصلا جوه البي او زي ما انتم شايفين كده. على سبيل المثال لو احنا جينا قلنا عايزين نحدد هل ال 3 او الاليمنت 3 دوت هو يعتبر اليمنت موجود في السيتس الثلاثه دولت ولا موجود في واحده ومش موجود في التانيين ولا ايه بالظبط. لو جينا نتكلم على الثلاثه بالنسبه للست الاولى دي، هنلاقي ان ال 3 موجود جوه السيت اهي كعنصر في السيت، اذا نقدر نقول ان هو بيلونج للست دي. طب لو رحنا للست رقم 2 دي، هيقول لي اهو الثلاثه موجوده اهو. لا، هقول لك لا، لو انت رحت للست دي نفسها، فين عناصر الست دي نفسها؟ عناصر الست دي لو جيت تطلعها كده، اول عنصر هو المجموعه 1، تاني عنصر هو المجموعه 2، تالت عنصر هو المجموعه 3، يبقى الست 1 ست 2 ست 3 ست 4، ادي عناصر المجموعه الكبيره دي. يبقى ده القوس الاولاني وده القوس الاخراني، ديت المجموعه ايه، وكل كومة بتفصل ما بين عنصر والتاني اهو، ادي اربع عناصر اللي انا كتبتهم. هل في من دولت حاجة اسمها 3 بس كده؟ لا، في عندي الست 3، بس الست 3 الست 3 هي not equal لل 3، يعني ليست 3 كده وخلاص، لا دي المجموعة 3، انما دي 3 بس. عشان كده بنقول لا، هي الثلاثة ما بتنتميش للمجموعة دي. طب هنا نفس الكلام، هل موجودة في هنا كم عنصر؟ 3، هما ايه؟ 1 و2 والمجموعة 1 و3. يبقى دي الاقواس الكبيرة، وادي العنصر الاول، ادي العنصر الثاني، ادي العنصر الثالث، كله على بعضه كده. يبقى هل التلاتة احد التلات عناصر دول؟ لا، مش موجودة في احد التلات عناصر دول، يبقى هي لا تنتمي للمجموعة دي.